يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لتحويل الرداء يكون قبل الخطبة أم بعدها؟ تحويل الرداء بعد نهاية الخطبة. إذا حول الإمام رداءه فإن المأمومين يحولون أرضيتهم ويدعون الله مستقبل القبلة. نعم. هذا يشمل النساء والرجال؟ نعم يشمل الرجال، أما النساء فلا أعلم أنها تحول، إنما هذا للرجال، أما الدعاء فيشمل الرجال والنساء. نعم.